على الهواء مباشرة تنضم إلينا دكتورة سارة كيرا الباحثة في الشؤون الأوروبية. دكتورة سارة أهلا وسهلا بحضرتك. الأحد المقبل ما الذي يمكن أن ينجز في نحو 72 ساعة لم ينجز على مدار الأشهر الماضية؟ أهلا بك يا فندم. أولا هو أحسن سيناريو ممكن نخرج به دلوقتي كاتفاق ما بين الجانب البريطاني والجانب الأوروبي هو أن يتم تفعيل المادة 218 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي اللي بتنص على أن هناك الحق للكتلة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي ككتلة، في إبرام الاتفاقيات مع جانب خارج الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لتمرير الاتفاقية في البرلمان الأوروبي. ليه؟ لأن البرلمان الأوروبي يتكون من الدول الأعضاء، والدول الأعضاء عندهم مشكلة كبيرة جدا مع فكرة أن بريطانيا عايزة تحرمهم من حقوق الصيد في مياهها اللي هي بتوصل ل 60% من الثروة السمكية اللي بتدخل أوروبا. عرض ميشيل بارنيير بالضبط من ساعتين على الجانب اللي هو المفاوض الأوروبي مع بريطانيا، عرض عليهم بدل 15% كحق لبريطانيا لممارسة السيادة على مياهها، 15% من حقوق الصيد إلى 18، ولا زالت بريطانيا متمسكة بال 60% أو فرض حق سيادتها على مياهها. فهي دي النهاردة العقبة، ولكن من الواضح يا فندم أن هناك نية سياسية ورغبة سياسية لدى بوريس جونسون أنه يطلع من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ماذا لو حدث هذا؟ وهذه مسألة ليست مرتبطة فقط بالتلويح، لأن الأمر أقرب لأن يكون مشروعا سياسيا يتبناه بوريس جونسون. كما لوحت بإمكانية الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، أصلا يمكن أن ألوح بل أنفذ الآن خروجا من دون اتفاق على المسائل التجارية. ماذا لو مضى بعيدا بوريس جونسون في هذه النقطة؟ ولا أي حاجة، مش هيحصل أي ضرر. الضرر هيكون أكتر على الجانب الأوروبي، وده اللي بان النهاردة في المحادثات. من مفاوضات النهاردة بان أن فعلا الجانب الأوروبي لما ميشيل بارنيير المفاوض الأوروبي غير موقفه في حكاية حقوق الصيد واجتمع بوزراء الثروات السمكية بتوع 27 دولة وحاولوا يجدوا حلا كمخرج وغيروا النسبة اللي هي حق بريطانيا في حق الصيد في مياهها، فالنهاردة واضح ان يعني لو بريطانيا بتضغط طبعا بعامل الوقت، ولكن لو طلعت دون اتفاق واضح ان الملف ده بالذات هيكون سبب خسارة لأوروبا. ليه يا فندم؟ لان هناك في صناعات كتيرة قايمة على الثروة السمكية، وفي وظائف كتيرة داخل الاتحاد الأوروبي كانت معتمدة على المياه البريطانية وحق الصيد فيها ستخسر. يعني هيحصل نوع من أنواع البلبلة في الوظائف والصناعات الثروات السمكية بسبب أن بريطانيا مش عايزة تسمح للأوروبيين بالصيد في مياهها، ولها الحق طبعا في ممارسة سيادتها على مياهها. والنسبة كون ان هي اتغيرت من 15 ل 18، فده يدينا دلالة على ان فعلا الاتحاد الاوروبي ككتلة هو اللي محتاج اكتر بريطانيا في هذا الملف بالاخص، ولكن بيضغطوا. واضح ان بوريس جونسون مش عايز يعمل اتفاقية عشان ما يعطلش الوقت اكتر من كده وما يضطرش ينظرها على البرلمان الاوروبي. كان ينظر لامكانية التلويح بخروج من دون اتفاق بأن هناك شخص اسمه دونالد ترامب يترأس واحد من بين أكبر الكتل الاقتصادية حول العالم الولايات المتحدة الأمريكية، كان يدفع في هذا الاتجاه، وبأن الخروج الخشن خيار لا بأس به، والإيمان بمنطق التكتلات أصلا إقليمية أو دولية لا يجب البناء عليه كثيرا، ويمكن للولايات المتحدة أن تعوض لندن إن شاءت إذا خرجت من دون اتفاق. هذا المعطى يبدو أنه متغير الآن، وبالتالي على بوريس جونسون أن يعيد النظر في خيار الخروج الخشن. هذا صحيح ولا لا؟ لا اعتقد يا فندم ان ترامب ليه اي علاقه بالموضوع. هي القصه بريطانيه اوروبيه صريحه جدا، ودايما كانت بريطانيا عندها مشاكل مع الاتحاد ككتله. دايما كانت مش كل اتفاقيات الاتحاد الاوروبي كانت بتمر عندها، يعني مثلا عندنا شنغن او حق حريه الافراد، حريه حركه الافراد،
ما كانتش بريطانيا فيها، اليوروزون ما كانتش بريطانيا فيها، فهي بريطانيا دايما كان عندها تحفظ على الوجود في الاتحاد الأوروبي بشكل 100%، ودلوقتي عندها تحفظ على ان يعني كل واحد ماسك للتاني حاجة ملف، بريطانيا تقول لهم مش هتصطادوا في ميتي، والاتحاد الأوروبي خلاص مش هيبقى ليكي اكسس للسنجل ماركت او السوق المشتركة. واضح ان بريطانيا فاتحة لنفسها وبتبتدي تتجه فعلا نحو ابرام اتفاقيات مع تكتلات اقتصادية اخرى، فده معناه ان هي طبعا مش ضد التكتلات الاقتصادية كما يعتقد ترامب او كما كان يصدق ترامب، ولكن هي عايزة سوق أكبر وازدهار أكبر بعيدا عن قوانين الاتحاد الأوروبي التي دائما تتسم بالصلابة وعدم المرونة. وده فعلا حقيقي، يعني حتى من وجهة نظر حد غير أوروبي فعلا صلابة وعدم مرونة. وحضرتك يا دكتورة سارة حضرتك أشرت إلى أن الاتحاد الأوروبي قابل بعضوية بريطانية غير سوية أو قلقة أو فيها مساحة تدليل كبير للبريطانيين، ليسوا جزءا من شنغن، ليسوا جزءا من اليوروزون، ليسوا جزءا من العملة الأوروبية الموحدة، ليسوا جزءا من تفاصيل كثيرة كان يفترض أن تكون بريطانيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ثم يتهم الاتحاد الأوروبي بأنه كان صلبا أكثر مما ينبغي، يعني هو مرن أزيد من اللازم ولا صلب أكثر مما ينبغي في قوانينه؟ بالعكس، هو ليس مرن بالعكس تماما، هو ليس مرن خالص. وكل التصريحات البريطانية ان احنا عايزين نبقى بعيد عن الايو لوز، حتى المط في الوقت، وانا سبق وذكرت المفاوضات دي فعلا ثريه جدا وفعلا مفاوضات تدرس، بسبب ان عامل الوقت فيها بيستغل بشكل جيد جدا من الجانب البريطاني. وصل حتى ان المعارضين في بريطانيا، النهارده كان في تصريحات من حزب العمال اللي هو يعني وصلوا لاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي. عامل الوقت ليه يا فندم؟ لان احنا ابتدينا اجازه الكريسماس، يعني في الوزراء البريطانيين خلاص ابتدوا اجازتهم بالفعل، فكون ان هم يرجعوا او البرلمان علشان يرجع تاني بعد الاجازه في يناير الجاي بعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية علشان يراتيفاي أي أو يعني يوقع على اتفاقية شكلها مستحيل ان توصل لها بريطانيا دلوقتي مع الاتحاد الاوروبي، او الاتحاد الاوروبي مع بريطانيا والعكس صحيح، ان هم يرجعوا تاني عشان يقرروا ويصوتوا بالاغلبيه على اتفاقيه زي دي. من الواضح ان بوريس جونسون عايز يعني ينط هذه الخطوه ويخرج خارج فعلا، يخلص الفتره الانتقاليه بدون اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، لان انا شايفه في نيته السياسيه ان هو هيكون في حريه اكبر في التفاوض مع الاتحاد الاوروبي بعد انتهاء الفتره الانتقاليه. لكن هناك مشكله اخرى مرتبطه بالمملكه المتحده التي قد تكون مهدده في وحدتها او في الا تصبح مملكه متحده، لان نيكولا ستيرجن تقول انها لديها تحفظات كبيره اصلا على ان تكون اسكتلندا مشموله بالخروج، وهي التي صوت مواطنوها رفضا للخروج، وبالتالي حتى الخروج الخشن هذا قد يكون محفز لمنح اسكتلندا الحكم الذاتي او الاستقلال، وهي كانت تطمح لذلك في اكثر من مناسبه. هل على بوريس جونسون ان يراعي مساله من هذا النوع؟ كان هيرعاها من سنة فاتت يا فندم. هو موضوع اسكتلندا بالبريكزيت أو من غير البريكزيت هو موضوع قائم. حلم اسكتلندا بالاستقلال سواء كانت بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، سواء إن هم استغلوا قصة خروج بريطانيا من الاتحاد، فهم في كلا الأحوال أغنى وأضمن مع بريطانيا وهم على علم بذلك. ولكن حلم الاستقلال عند الاسكتلنديين ليس له أي علاقة بملف التواجد في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. ممكن تكون مشكلة بالنسبة لأيرلندا، بس اسكتلندا عندهم فعلا حلم الاستقلال من زمان، عاملة كده زي إقليم كاتالونيا في أسبانيا، سواء هم موجودين في الاتحاد أو براه، فهم فعلا عندهم حلم الاستقلال. الإشارة بأن ركنا أساسيا من أركان استقرار بريطانيا في العقود الماضية المرتبط باتفاق الجمعة العظيمة قد يكون مهددا إذا ما كانت الأمور ستدار بنفس المنطق أو الاستراتيجية التي يتعامل بها بوريس جونسون. هل ورقة في يد ميشيل بارنيه المعروف أصلا بتشدده، ولا هذه مسألة أمكن تجاوزها أصلا فيما مضى؟ هو أمكن تجاوزها، لأن دلوقتي السؤال والعقبة في المفاوضات ليس الملف الأيرلندي بالمرة،
خلاص يعني حكاية الحدود أو الهارد بوردرز، الحدود الفعلية ما بين أيرلندا الشمالية والجنوبية اللي هي جزء منها تبع المملكة المتحدة وجزء منها تبع الاتحاد الأوروبي، دي اتحلت من بريطانيا. احنا النهاردة المصالح التجارية البحتة هي العقبة في الاتفاقية. في أمل بقى إن هم يمرروا الاتفاقية بما تم الاتفاق عليه، يعني دي واحدة من الأوبشنز قدامهم دلوقتي. وعشان كده بقول لحضرتك إن شكله بوريس جونسون مش عايز يطلع اتفاقية مع انتهاء مدة الفترة الانتقالية. آخر أوبشن ممكن يكون موجود دلوقتي إن هم يتم تمرير أو يتم الاتفاق على ما تم الاتفاق عليه بالفعل في الويذرول أجريمنت أو اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. البنود اللي متفق عليها يمرروها ثم يتركوا باقي البنود التي في صراع إنه لمدة أخرى. ولكن واضح جدا ان بوريس جونسون ليس لديه نية بان يتفق على بعض البنود ويترك الاخر للمزيد من المفاوضات. دكتورة سارة كيرا مش باينة كده الباحثة في الشؤون الاوروبية، اشكر حضرتك شكرا جزيلا منضمة الينا على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لحضرتك.